فيلمنا بيبدأ مع أبي مصورة فوتوغرافية بتشتغل في استوديو تصوير، لكن حلمها أن يبقى عندها مكان خاص بيها. وبالصدفة بتشوف جوش صديق قديم ليها كان مسافر ولسه راجع، وبتفرح جدا لما بتشوفه لأنهم أصحاب من سنين. وبيجي مديرها وبيقول لها أنها لازم تستعد عشان احتفالات الكريسماس، وبتعرفه على صاحبها جوش وبتقول له أنه أول واحد علمها التصوير. وبيسألها جوش عن الكاميرا اللي كانت معاهم أيام زمان، فبتقول له أبي أنها نسيتها في حاجتها القديمة. وأول ما بترجع أبي البيت بتلاقي أهلها بيجهزوا لاحتفالات الكريسماس، وبيبان من كلام إخواتها إنهم مش حابين شغلها في التصوير، وبيطلب منها أخوها إنها تيجي تشتغل معاهم في مكتب المحاماة. وفي وسط احتفالاتهم بيجي جوش بيسلموا عليه وبياخدوا كلهم صورة جماعية. وبعدها بتقعد أبي مع جدها واللي بيديها هدية، وبيقول لها إن جدتها كانت عايزة تديها لها قبل ما تموت، وبيقول لها إن اسمها روزنامة، اللي بيبقى عبارة عن بيت صغير وفي غرف كتير مقفولة أبوابها. وبيخلص الاحتفال وبتمشي أبي مع جوش اللي بيقول لها إنه قرر يقعد فترة طويلة ويأجل سفره. وبتاخده أبي توري له مكانه، بتقوله إن حلمها إن يكون عندها استوديو في المكان ده، ومش بس عشان التصوير، لكن كمان بتتمنى إنه يبقى مكان لعرض أعمال الفنانين والموهوبين، ويبقى مركز لدعم أي موهبة جديدة. وبيعجب جدا جوش بفكرتها، لكن أبي بتقوله إنها مجرد فكرة، وإن عشان تتنفذ هتحتاج مبلغ كبير جدا مش معاها. في نفس الوقت هي ما ينفعش تطلب من أهلها لأنهم مش بيحبوا شغلها ولا مقتنعين بيه، وهم أصلا عايزينها تشتغل معاهم في مكتب المحاماة بتاع باباها. وبتقوله إنها مش بتحب شغلها في استوديو التصوير، لكنها مضطرة تستحمله عشان التصوير هو الحاجة الوحيدة اللي بتسعدها. وبتطلب أبي من جوش إنه يساعدها توصل حاجتها للبيت، ولما بيوصلوا بيعجبوا جدا، وكمان بيعجب بتصويرها، وبيقول لها إن لازم ناس كتير تشوف شغلها، لكن أبي بتقوله إنها لسه مش مستعدة للخطوة دي. وبعدها بتوريله الهدية اللي اداها لها جدها، ساعتها بيقول لها جوش إنها تجرب تفتح أي باب من اللي موجودين، ولما بتجرب ما بيتفتحش، فبتقوله أبي إن جايز تكون الأبواب دي بايظة. وبيمشي جوش وبتنام أبي، وبتصحى تاني يوم علشان تروح شغلها، لكن بتتفاجئ إن في باب من الأبواب الرزنامة اتفتحت، بتلاقي جواه دمية على شكل جزمة. وبعدها بتروح شغلها عشان تصور الأطفال في الكريسماس، لكن الدنيا بتبقى زحمة جدا ومبتقدرش تعمل شغلها لوحدها. وساعتها بتكلم جوش وصاحبه فرناندو، بتطلب منهم يجوا يساعدوها. وبعد ما بيخلصوا الشغل بتقابل جوش وبيكون جايب لها هدية، ولما بتفتحها بتلاقيه جايب لها جزمة من إيطاليا وبتعجبها جدا وبتشكره عليها. ولما بترجع البيت بتلاقي في باب تاني اتفتح، وبتلاقي جواه شجرة كريسماس صغيرة، وساعتها بتستغرب وبتكونش فاهمة ليه بتظهر لها الحاجات دي. بتروح بسرعة تحكي لجوش وبتقول له انها في اول يوم اتفتح الباب لقيت جواه جزمة، وساعتها هو جابها لها هدية. فبيقول لها جوش انها ممكن تكون صدفة، وبيتريق عليها لما بتقول له ان الرزنامة دي سحرية. وبيجي صاحبهم فرناندو صاحب جوش وبيعزمهم على فيلم بعد اسبوعين، وبتوافق أبي بشكل مبدئي انها تروح معاهم. بعدها بتسيبهم وبتمشي، وفي طريقها بتخبط بالعربية شجرة وبتقع من فوق العربية معدية جنبها، وبينزل صاحبها وبيعتذر لها لانه كان لازم يربطها كويس فوق العربية بتاعته، وبتتخانق معاه أبي وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتصحى أبي وبتلاقي فيه كمان باب اتفتح وبيبقى جواه كسارة بندق. بتروح تقابل جدها وبتحكي له وبتطلب منه انه يقول لها ايه قصة الهدية اللي اداها لها، ومش بيقول لها جدها اي حاجة غير ان جدتها لقيتها في محل في فرنسا قبل ما يقابلها. وبالليل بتروح قابل حفلة للأطفال عشان تصور العرض اللي بتقدمه كورين بنت اختها، وهناك بتقابل أبي بالصدفة نفس الشاب اللي خبط الشجرة بتاعته بالعربية، وبيعرفها بنفسه بيقول لها ان اسمه تاي، وبيبقى فاكر ان هي عندها بنت في الحفلة، لكن أبي بتقول له انها جاية عشان بنت اختها. وبيعرفها تاي على بنته وبيقول لها انه اب عازب، لكن الغريبة ان بنته بتبقى لابسة لبس كسرت البندق. ساعتها بتستغرب جدا أبي لانها بتحس ان الموضوع ما بقاش مجرد صدفة، وان الهدية اللي اداها لها جدها اكيد فيها حاجة مش طبيعية. وبعدها بتروح أبي البيت وبتقرر انها تكلم جوش وتحكي له عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل لها، وبتقول له ان الهدية بتتنبأ بالمستقبل وبتديها اشارات بالحاجات اللي هتحصل، لكن جوش لما بيجي البيت بيقول لها ان هي بيتهيأ لها وان اكيد ده مش حقيقي، مش بيكون مقتنع، وبيقول لها انه لما اشترى الجزمة عمل كده مع نفسه لانه كان حابب يجيب لها هدية مش علشان لعبة قالت له حاجة. فبتقول له أبي ان ما عندهاش تفسير اللي حصل، وبتطلب من جوش انه يستنى معاها لحد الصبح عشان يشوف الرزنامة هتفتح لها ايه. ولما بيصحوا الصبح بيتفتح باب جديد وبيكون جواه عصاية حلوة، وبينزلوا يروحوا شغلهم عشان يصوروا الاطفال في احتفالات الكريسماس. وقتها بتحس أبي ان هي قلقانة لانها بتبقى مستنية ان حاجة تحصل، وفعلا بيخبط طفل في اعواد الحلوة اللي موجودة في الاحتفال وبيقع كتير منهم، وبتحاول أبي انها تنقذه وبتروح علشان تلحقه، فبيقع عليها هي كمان. بتقول لهم انها كويسة، لكن جوش وفرناندو بيصمموا انها تروح المستشفى عشان تطمن على نفسها، وبتسمع أبي كلامهم وبتروح فعلا. وهناك بتكتشف ان الدكتور اللي بيكشف عليها هو تاي اللي خبطت له الشجرة بالعربية وقابلته بعدها في الحفلة وتقدم لها، وبيبقوا مبسوطين انهم شافوا بعض تاني، وبيديها تاي رقم تليفونه علشان تكلمه، وبيتفق معاه انه يتقابلوا. وبالليل بتجهز أبي وبتروح عشان تقابل تاي وهي سعيدة جدا، وبيعرفها على نفسه أكتر، وبتقول له انها بتحب التصوير جدا وبتتمنى انه يبقى عندها مكان خاص بيها. بيشوفهم جوش مع بعض وبيحس انه متضايق. وتاني يوم بتصحى أبي الصبح وبتكون مقررة انها مش هتفتح الرزنامة ولا هتبص فيها، وبتنزل من البيت وبتروح تقابل جوش وبيسألها عن الحاجة اللي لقيتها في الهدية بتاعت جدتها، كأنها بتقول انها نزلت من غير ما تبص فيها. وبيسألها عن تاي وبتقول انها هتشوفه تاني النهاردة، وفعلا بتقابله، بيزيد بينهم الإعجاب أكتر وبيقربوا من بعض. وبتصحى تاني يوم بتبص في الرزنامة وبيطلع لها حصان. لما بتروح تقابل
طاي بالليل بيركبوا عربيه بحصان، واليوم التاسع بيظهر لها مرتل. وفعلا لما بتخرج مع طاي وهم قاعدين في المطعم بتيجي الناس وبيرتلوا قدامهم، وبعدها بتلاقي ورد اخضر في شكل دايره، فبتلاقي طاي بعته لها هديه قدام بيتها نفس الشكل. وساعتها بتحس ابي ان الرزنامه هي اللي سبب في علاقتها بطاي، وبتقابل ابي جدها وبتحكي له عن طاي، بتقول له انه بالرغم انها بتقضي وقت كتير معاه وبتبقى مبسوطه، لكن ما تعرفش عنه حاجه ولا هو يعرف عنها حاجه. فبيقول لها جدها انها تاخد الخطوه الاولى وتتعرف عليه كويس. ولما بيشوفوا جوش جاي من بعيد بيقول لها جدها انه كان فاكرهم هيرتبطوا ببعض، لكن ابي بتقول له ان هم اصحابه بس. وفي يوم بيروح جوش وفرناندو لابي وبيقولها تيجي معاهم الفيلم اللي اتفقوا عليه، لكن ابي بتكون ناسيه، وفي نفس الوقت هي يعني متفقه مع طاي انها تخرج معاه، لكنها بتوعدهم ان هي هتخلص ميعادها مع طاي وتروح لهم بعدها. في الوقت ده هي بتقابل طاي وبياخدها الملجأ وبيعملوا فيه اكل للناس المشردين، لكن بيسرقهم الوقت وبتتاخر ابي على ميعادها مع جوش وفرناندو اللي بيبقوا واقفين مستنينها ومش عايزين يدخلوا من غيرها. وبيجي ميعاد الفيلم وبيضطروا ان هم يدخلوا، ولما بتروح ابي بتلاقي ان التذاكر خلصت. بتقول لطاي انها متضايقه جدا لانها وعدت اصحابها تكون معاهم، لكن بيرد عليها وبيقول لها ان اللي كانت بتعمله اهم من انها تشوف فيلم. وساعتها ابي بتحس انها متضايقه منه، خصوصا بعد ما اتنين من الملجأ اتكلموا معاها وقالوا لها ان طاي بيجي المكان دايما مع اي واحده بيوعدها علشان بس يثبت لها انه بيعمل اعمال خير. وبعدها بيروح طاي مع ابي لبيتها يوصلها، وبيفضل يتفرج على الصور اللي هي صورتها، وبيشوف الهديه اللي جدها جابها لها، وبيبقى فاكر ان جواها حلوه، لكن ابي بتشرح له قصتها وبتقول انه كل يوم بتصحى تلاقي باب اتفتح وجواه حاجه ليها علاقه باللي هيحصل في يومها. وساعتها هو بيسخر منها لانها مصدقه الكلام ده، فبتتعصب ابي وبتتضايق وبتقول انها عايزه تساله كم بنت خدها معاه للملجأ عشان يوريها الاعمال الخيريه اللي بيعملها، وبتقول انها عايزه ترتبط بشخص حقيقي يعرف شخصيتها الحقيقيه، وما تبقاش العلاقه بينهم سطحيه زي علاقتها بيه. وقتها بتطلب منه ان هم يسيبوا بعض، وبتديله مثال للدميه اللي ظهرت لها النهارده عباره عن ثلاث حكماء وهما اللي قابلتهم في الملجأ وقالوا لها حقيقته، لكن بيقول لها طاي ان هي قابلت رجلين بس مش ثلاثه، فبتقول ان الجد هو الحكيم الثالث، وبكده يكونوا اجتمعوا الثلاث حكماء. وفي نفس الوقت بيكون طاي مصدوم من الكلام اللي بتقوله له ابي، وبيقول لها انها كده بتسيبه عشان مصدقه رزنامه، وبيسيبها وبيمشي. وما بتنتهيش حفلات الكريسماس، وبتروح قابل شغلها، وهناك بيقول لها مديرها ان في شخصيه سياسيه مهمه هتبقى موجوده في الاحتفال، بيطلب منها انها تروح تصورها. فعلا بتروح ابي وبتصور صور كتير حلوه وبتعجب الضيفه جدا، وبتقول لها انها تبعت لها كل الصور دي عشان تشوفها. ووقتها بتفرح ابي وبتحس ان دي الفرصه اللي كانت طول عمرها مستنياها. وبعدها بتشوف جوش وبتحكي له انها نهت علاقتها مع طاي، وبتعتذر له انها ما وفتش بوعدها معاه وراحت له في ميعاد الفيلم، لكن جوش بيسامحها وبيقول لها انه مش زعلان منها. وبعدها بالغلط جوش بيمسح الصور من على الكاميرا، فبتروح ابي تقول لمديرها، وساعتها بيقول لها انها مهمله وبتردها من الشغل، بيقول لها انه هيخلي جوش يشتغل مكانها على طول. وبتمشي ابي وهي زعلانه، وبيروح وراها جوش بيحاول يعتذر لها عن اللي عمله، لكنها بتبقى شايفه انه كان سبب في انه يضيع منها اهم فرصه في حياتها. وبترجع ابي البيت وبتقرر انها ترمي الرزنامه اللي جدها اداها لها، لكن في اخر لحظه بتغير رايها وبتشيلها في شنطه العربيه وبتبدا تدور على وظيفه جديده. وبيكون جوش بيبعت لها رسائل كتير لكن هي بتتجاهله ومش بترد عليه. بتجيلها اختها ساره وبتفكرها بالصور اللي هتتبرع بيها في المزاد اللي هيتعمل في المدرسه، لكن ابي مش بتبقى عايزه تروح عشان ما تشوفش طاي. وبتحاول ساره تقنعها وبتوريها فيديو لبنتها كورين اللي بتبقى شايفه خالتها ابي بمثل اعلى ليها ونفسها تطلع مصوره زيها. ووقتها بتوافق ابي انها تروح وبتبدا تشتغل على الصور وتجهزها، وبتقدر ابي انها ترجع الصور اتمسحت تاني، وبتبعت لجوش وبتعتذر له عشان يسامحها، وبتروح عشان تودي الصور لمديرها اللي بيعرض عليها انها ترجع تاني لوظيفتها. بتعرف منه ان جوش ساب الشغل معاه بعد ما هي كمان مشيت. وبيجي يوم المزاد وبتروح ابي للمدرسه وبيعجب كل الناس بصورها وبينبهروا بيها. ووقتها بيقول لها باباها ومامتها ان هم عرفوا هي قد ايه موهوبه في شغلها، انهم ما كانوش فاهمين ده ولا مقدرينه. وهناك بتقابل طاي اللي بيعتذر لها لانه سخر منها، وهي كمان بتقول انه شخص كويس، لكن بالرغم من كل ده بتحس ابي انها مش سعيده لان علاقتها بجوش باظت ومش عارفه توصل له ولا تعتذر له. وبتقرر انها تتصل بفرناندو وتساله على جوش، وبيقول لها ان جوش سافر لاهله. بعدها بتلاحظ ابي ان الرزنامه مش موجوده في شنطه العربيه بتاعتها، وبتكتشف انها اتاخدت بالغلط من ضمن الصور اللي اتبرعت بيها في المزاد من غير ما تاخد بالها. بتروح لساره اختها وبتعرف منها انها اتباعت لشخص مجهول، وبتزعل جدا ابي، لكن اختها بتوعدها انها هتحاول توصل للشخص اللي اشتراها. وبترجع ابي للبيت وبتفضل تدور في صورها القديمه، وبتشوف صورها مع جوش، وبتلاقي كمان الكاميرا القديمه اللي كان سالها عليها اول ما رجع، وبتبعت له رساله وبتطلب منه يرجع لانها محتاجاه في حياتها. وفي اليوم الرابع والعشرين بتروح قابل جدها وبتحكي له ان الرزنامه ضاعت منها وانها اتبرعت بيها في المزاد بتاع المدرسه بالغلط، لكن بتتفاجئ انه ما تاثرش ومش زعلان. وبيقول لها جدها انه واثق انها ترجع لها تاني لان جدتها كانت بتقول ان فيها قوة سحريه هي اللي قربته منها، وبيقول لها انه عشان كده اداها لها هديه عشان تحقق بيها جزء من احلامها. وفي اليوم الخامس والعشرين بتصحى قابل الصبح وبتلاقي هديه قدام بيتها، وبتلاقي جواها الرزنامه، وبتلاقي فيها اخر دميه على شكل طياره. بتعرف ان جوش رجع من السفر. بعدها بتلاقي في ظهر الرزنامه ورقه مكتوب فيها عنوان، وبسرعه بتروح لجدها وبتقول ان الرزنامه رجعت لها في نفس اليوم اللي جوش رجع فيه، وبتساله لو كان هو مخطط لده مع جوش ولا لا، وبتساله اذا كانت الرزنامه سحريه فعلا.
فعلا كان جدها مش بيفيدها وبيقول لها ممكن ناس تعتبرها سحرية وناس تانية ما تعتبرهاش. فبتقرر ابي انها تروح على العنوان اللي كان مكتوب في الورقة، وبتكتشف ان ده المكان اللي كانت بتقول لجوش عليه ان نفسها يكون الاستوديو بتاعها فيه. وفجأة بتشوف جوش اللي بيقول لها انه رجع عشانها في المرتين، وبتقول له ابي انها اخذت وقت كتير عشان تتأكد ان هو الشخص اللي بتحبه وعايزة تكمل معاه حياتها. وبتدي له ابي هدية، ولما بيفتحها جوش بيلاقي انها جايبة له الكاميرا القديمة بتاعته وبيبقى فرحان انها لقيتها. وبعدها بياخدها ويدخل الاستوديو وبيقول لها انه اشترى بكل الفلوس اللي كان بيحوشها من سفره وبمساعدة من جدها، وانه هيكون الاستوديو بتاعهم هما الاثنين. وبعد سنة بيفتتحوا الاستوديو وبيحتفلوا فيه بالكريسماس مع عائلتهم. الفيديو ده كتبته ايمان ماهر وسجلته امل عقيل ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني. وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.